MS أكاديمي، اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS أكاديمي والنظام الخاص بالأكاديمي. MS أكاديمي مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات، جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل، وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبناؤنا طلاب الحضور في مصر، الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبناؤنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين. طبعا النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل، شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء، وحريصين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS أكاديمي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي يا حبايبي كده كانت بنعرفكم بس بالأكاديمي بتاعتنا. تعالوا بقى يلا بينا نبدأ ناخد جزء صغير قوي كده من المنهج بتاعنا، مقدمة خفيفة ولطيفة وظريفة بإذن الله. طيب ثانية، السكرين علقت. لا عايزاكم مركزين هنا لو سمحتوا. يلا بينا بقى نتعرف مع بعض يا سنة ستة على منهج العلوم بإذن الله السنة دي. السنة دي إن شاء الله هنبدأ نتكلم العلوم بقى هتبدأ تحس إنه متنوع أكتر، ولكن في بعض الحاجات أساسا المتشابهة واللي أنت بالفعل عارفها من السنين اللي فاتت. أول حاجة عندنا يا سنة ستة عندنا في العلوم حاجة اسمها الخلية كنظام. يعني ايه جملة الخلية كنظام وايه الخلية دي؟ دلوقتي أنا عايزة أديكوا تشبيه بس بكده عشان تبقى فاهم حاجة معينة. دلوقتي يا سنة ستة لما أنا أكون عايز أفتح مشروع إن أنا أعمل شركة، هل الشركة دي في واحد بس هو اللي بيقوم بكل حاجة فيها؟ لا طبعا، الشركة دي معناها ان انا عندي موظفين كتير، صح؟ كل موظف بيعمل حاجة معينة، الموظف اللي ماسك الحسابات، الموظف اللي ماسك الهندسة، الموظف اللي ماسك الكمبيوتر، الموظف اللي ماسك الإداريات، في كذا حاجة. فبالتالي انت لما بتيجي الشركة دي، مثلا الشركة دي لو وظيفتها انها مثلا تؤدي مثلا تصنيع منتج معين، تصنيع ملابس مثلا، هل اللي صنع الملابس ده واحد بس؟ لا طبعا،
ده انت عندك في اعضاء كتير، موظفين كتير اشتركوا مع بعض عشان يخلوا الشركة دي في النهاية تقدر انها تصنع المنتج اللي هي قايمة عليه. بنفس الطريقة اجسام الكائنات الحية نظام زي نظام الشركة. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا جسمي بيقوم بالعديد من العمليات الحيوية، انا جسمي بيقدر ان هو يقوم بعملية التنفس، بيقدر يقوم بعملية الهضم، بيقوم بعملية الاخراج، بيقوم بعملية التفكير بقى وكل وظائف الجهاز العصبي، بنقوم بوظائف كتيرة جدا. طب هل انا جسمي كده على بعضه في حاجة معينة واحدة اللي قامت بكل ده؟ لا طبعا، ده انا عندي اجزاء كتيرة قوي زي الموظفين الكتير اللي موجودين في الشركة، كل واحد بيقوم بوظيفة معينة عشان في النهاية جسمك كله يقدر ان هو يكون على قيد الحياة ويقوم بالوظائف المهمة لحياته. اهو احنا دلوقتي بقى هنبدأ نتعرف ازاي جسمك بيتكون من ايه، وكمان الوظيفة بتاعت الأجزاء دي ايه. طيب تعالوا كده نبدأ نتعرف في البداية على شكل جسمنا والتركيب والتسلسل بتاعه. دلوقتي ادي جسم الإنسان. جسم الإنسان ده يعتبر نظام، نظام زي الشركة كده. طيب ركز بقى، جسم الإنسان بيتكون من مجموعة أجهزة. هو أنا عندي مجموعة أجهزة؟ عد معايا، ده أنا عندي جهاز هضمي، عندي جهاز دوري، عندي جهاز تنفسي، عندي جهاز إخراجي، عندي جهاز عصبي، عندي مجموعة كبيرة من الأجهزة. يبقى أنا جسمي، جسم الإنسان عبارة عن أنظمة كتيرة أصغر اسمها الأجهزة. طيب تعالوا نمسك جهاز واحد بس من ضمن الأجهزة اللي في جسم، وليكن الجهاز الهضمي. هو الجهاز الهضمي ده بيتكون من إيه؟ ده أنت درسه السنة اللي درسه قبل كده، إن الجهاز الهضمي بيتكون من مجموعة أعضاء. زي مين مثلا؟ لو أنا بتكلم على جهاز هضمي، عندك معدة، عندك أمعاء، عندك بلعوم، عندك مريء، عندك فم، كل دي أعضاء متكون منها الجهاز الهضمي. يبقى أنا بالترتيب، خد بالك الترتيب مهم، جسم الإنسان بيتكون من مجموعة أجهزة، والجهاز الواحد بيتكون من مجموعة أعضاء، عضو مثلا زي المعدة. طيب المعدة دي نفسها متكونة من إيه؟ تعالوا نشوف. العضو الواحد اللي زي المعدة متكون من حاجة اسمها أنسجة. يعني أنا لو خدت الحتة دي بس حتة صغيرة كده، قطعت الحتة دي من المعدة، الحتة دي اسمها أنسجة. طيب النسيج، الأنسجة دي متكونة من حاجة أصغر منه اسمها الخلايا. في حاجة أصغر من الخلايا؟ لا. طب ركز كده، شبه لك بقى اللي حصل ده إيه عشان نبدأ نراجعه تاني. تخيل دلوقتي يا سنة ستة، أنا عايزة أبني البيت اللي أنا عايشة فيه ده، هبدأ أعمل إيه عشان أبنيه؟ البيت بتاعي ده أولا هو فيه كذا شقة، صح؟ وكل شقة فيها كذا أوضة، وكل أوضة عبارة عن 4 حيطان، وكل حيطة أنا كونتها من طوب، صح كده؟ يعني تاني، انا فضلت اجيب مجموعه من الطوب، بنيت حيطه. الراجل اللي بيبني البيت بدا يجيب طوب، فضل يجمع طوبه مع طوبه مع طوبه، طوب بقى لحد ما كون حيطه، وبعد كده حيطه مع حيطه فكون اوضه، اوضه مع اوضه كون شقه، شقه مع شقه كون لك البيت. بنفس الطريقه جسم الكائنات الحيه، جسم الانسان ده اعتبره البيت، بيتكون من أنظمة أصغر وليكن اللي هي الشقق، وكل شقة بتتكون من حاجات أصغر اللي هي الأوض، وكل أوضة فيها حيطان، والحيطان بتكونة من طوب. بنفس الطريقة كده
يبقى الجسم الكائن الحي بيتكون من مجموعة أجهزة، والجهاز بيتكون من مجموعة أعضاء، والأعضاء بتتكون من مجموعة أنسجة، والنسيج يتكون من مجموعة خلايا. فمن هنا جاب ده أسألك بقى، أقول لك مثلا عند مجموعة أنسجة تكون نقط، مجموعة أعضاء تكون نقط. سؤال مثلا زي يا عبد الله جاوب أنت، مجموعة أعضاء لو جمعت عضو مع عضو مع عضو كونت حاجة أكبر اسمها إيه يا عبد الله؟ افتح المايك عبد الله رامي. حبيبي رافع ايدك افتح المايك. نعم. ها يلا تفتكر، يلا لو انت جمعت مجموعة اعضاء كونت حاجة اكبر اسمها ايه؟ اسمها جسم. لا لسه في حاجة قبل الجسم. انا كونت، أجهزة. ايوه اجهزة، برافو. زي مثلا الجهاز الهضمي، برافو عليك يا عبد الله. يلا ارجعي في المايك تاني. لو انا قلت ماشي. لك بقى كونت مجموعة اجهزة، مجموعة اجهزة مع بعض ساعتها اللي يكون جسم، وهكذا. طيب يعني انا افهم من التسلسل ده ايه هي اصغر حاجة بنيت بيها جسم الانسان؟ اصغر حاجة اسمها الخلية، اللي جمعها خلايا دي. زي بالظبط ايه اصغر حاجة جبتها بنيت بيها البيت؟ الطوبة، لما عشان انا جمعت طوب طوب كتير فكون البيت بعد كده. فانا دلوقتي اللي الاصغر حاجة كونت الجسم الكائنات الحية هي الخلايا. عشان كده سؤال معروف جدا يا سنة ستة يجي يقول لك ايه، نقط هي وحدة بناء جسم الكائن الحي. يعني ايه وحدة بناء؟ يعني ايه هي الحاجة الصغيرة اللي انا بنيت بيها جسم الكائن الحي؟ الحاجة اللي انا فضلت اجيبها واجمع فيها عدد كبير جدا لحد ما بنيت جسم كائن حي اسمها الخلية. ممكن تنزلوا ديك يا سنة ستة، والاسئلة اتفقنا اخر الحصة ان شاء الله، وكمان شوية هفتح لكم برضو الشات شوية كده. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا ان وحدة بناء جسم الكائن الحي اسمها الخلية. طيب عشان كده بقى الخلية دي هي اللي هنتكلم عليها في المفهوم الأول بإذن الله لما ندخل في المنهج. عشان كده عنوان المفهوم ده اسمه الخلية كنظام، لأن المفهوم ده بنتكلم فيه عن الخلايا أصلا. طب هنبدأ ندخل بقى في أجزاء تانية، وهي عدد الخلايا وأنواع الخلايا وحاجات كتيرة قوي. تعالوا نشوف دلوقتي الخلايا دي هي بتكون جسم مين؟ جسم الكائنات الحية. خد بالك الخلية هي وحدة بناء جسم الكائنات الحية. مين هي الكائنات الحية؟ النباتات، الحيوانات، الإنسان، الكائنات حتى اللي ما بشوفهاش بعينيا اللي زي البكتيريا والفطريات والكلام ده. هل مثلا الموبايل، لو جيت قلت لك الموبايل بيتكون من خلايا، اسأل نفسك سؤال، هو الموبايل ده كائن حي؟ لا، يبقى مش بيتكون من خلايا. الخلية هي وحدة بناء جسم الكائنات الحية، عشان ما تتلخبطش في الجزء ده. طيب دلوقتي الكائنات الحية اللي أنا قلتها اللي ممكن تكون إنسان، حيوان، نبات، كائنات دقيقة، الكلام ده احنا بنصنفهم حسب عدد الخلايا اللي مكون لجسمهم. بمعنى ايه؟ تعال اديك الاول كده مثال صغير عشان تفهم منه قبل ما اقول لك الجزء ده. ممكن نفتح الكاميرات يا سنة ستة؟ دلوقتي لو انت جيت تركز عليك انت شخصيا، هل جسمك زق نفس حجم جسمك لما كنت بيبي لسه مولود؟ لا طبعا، انت دلوقتي جسمك اكبر، اطول، متكون من اجزاء اكبر، صح؟ طب تفتكر عدد الخلايا اسمك ايه؟ يزن، ممكن تفتح المايك يا يزن؟ اسمك جميل قوي اصلا.
قولي يا يزن، تفتكر انت كل ما بتكبر عدد الخلايا اللي في جسمك بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. عفوا، يعني انا لو جيت سألت سؤال كده، هو بيحصل نمو لجسم الكائن الحي، يعني جسمنا بيكبر عن طريق، تفتكر يا يزن، عن طريق زيادة حجم الخلايا ولا عدد الخلايا ولا شكل الخلايا؟ لا شكل الخلايا. لا، يعني انا لو الخلايا بتاعتي شكلها اتغير انا كده كبرت، ولا عدد الخلايا لما هو اللي يزيد؟ بالظبط، عامله بالظبط دلوقتي يا يزن، لو انا جبت لك مثلا 15 طوبه وحطيتهم جنب بعض، هل هيكونوا نفس الحيطه اللي متكونه عن طريق 50 طوبه؟ هي ولا لا؟ لا صح، يعني انت لما بتزود عدد الخلايا كل ما جسم الكائن ده بيكون اكبر. شكرا يا حبيبي. طيب، فدلوقتي يا سنة ستة كنا بنقول عدد الخلايا، ان عدد الخلايا هو كل ما بيزيد كل ما الكائن ده بيحصل له نمو. طيب، يعني انا دلوقتي لما اجي اقارن عدد الخلايا اللي في جسمي زي ما اقارن عدد الخلايا في بيبي لسه مولود، لا انا طبعا عدد الخلايا في جسمي انا اكتر لان انا اكبر منه. طيب، هل الكائنات الحية كلها عندها نفس عدد الخلايا بالظبط؟ يعني فكر كده، لو جيت اقارن بين النملة والفيل، مش الاتنين كائنات حية، هل النملة عندها نفس عدد الخلايا اللي عند الفيل؟ لا طبعا، ما لو عندها نفس عدد الخلايا كانت زمانها قد الفيل في حجمه، صح؟ ولكن مين اللي عنده خلايا أكتر يا ندى؟ النملة ولا الفيل؟ مين عنده خلايا أكتر؟ الفيلم طبعا الفيل، من غير تفكير الفيل عدد خلايا أكبر، عشان كده حجمه كبير لأن هو متكون من خلايا كتيرة أوي. طيب، تعالوا بقى نبدأ نشوف ونقسم الكائنات الحية حسب عدد الخلايا. لما نقسم الكائنات الحية حسب عدد الخلايا سنة ستة، هنقسمها لقسمين. أول حاجة كائنات اسمها كائنات وحيدة الخلية. ليه أنا سميتها بالاسم ده؟ لأن الكائنات دي تخيل جسمها كله عبارة عن خلية واحدة بس، متخيل؟ الكائن ده كله على بعضه كده خلية واحدة بس، عشان كده اسمه كائن وحيد الخلية، هو عبارة عن خلية واحدة بس. طيب، الخلية الواحدة دي هل أنا بشوفها بعينيا؟ لا طبعا، الخلية دي حاجة صغيرة جدا جدا، عشان أشوفها لازم أستخدم الميكروسكوب، أنا ما أقدرش أشوفها بعينيا ولا حتى أشوفها بالعدسة المكبرة، دي حاجة صغيرة جدا عشان تتشاف محتاج ميكروسكوب. فبالتالي الكائنات اللي هي اسمها وحيدة الخلية دي انت ما بتشوفهاش بعينيك. زي مين؟ زي البكتيريا. عمرك شفت بكتيريا؟ مستحيل، مع ان دايما تلاقي ماما تقول لك اغسل ايدك عشان كلها فيها بكتيريا، ماما تنظف المكان عشان البكتيريا والامراض، احنا ما بنشوفش البكتيريا. ليه؟ لو جيت سألت بقى حد ليه ما بنشوفش البكتيريا، يبقى هتقولي لانها كائنات وحيدة الخلية، والخلية دي صغيرة جدا ما بتتشافش بالعين. طب دي كده اول نوع من الكائنات اسمها كائنات وحيدة الخلية. طب في نوع تاني من الكائنات اسمه بنقول عليهم كائنات عديدة الخلايا. يعني ايه بقى عديدة الخلايا؟ يعني دي جسمها فيه خلايا كتيرة جدا بقى، مش خلية واحدة زي دول، لا ده دي بقى فيها خلايا كتير، مش مهم قد ايه، يعني مش مهم كام خلية، يعني مش هتفرق عندها 100 ولا مليون، مش هتفرق، المهم عندها اكتر من خلية. فالكائنات اللي عندها اكتر من خلية اسمها عديدة الخلايا، ودي بقى كائنات معقدة. معقدة في ايه؟ معقدة في التركيب بتاعها، زي جسم الانسان كده. هو انا جسمي كان عبارة عن خلية واحدة؟ لا، ده انا قلت عبارة عن اجهزة واعضاء وانسجة وخلايا، يعني قصة كبيرة. فتركيبنا معقد، يعني مليان تركيب كبير، مليان خلايا كتيرة قوي.
فالكائنات عديدة الخلايا زي مين؟ زي النباتات والحيوانات والإنسان، لأن دول أجسامهم كبيرة وفيها عدد كبير جدا 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 من الخلايا. طيب عايزة أديكم تشبيه عشان تتخيلوا قد إيه إحنا كائنات معقدة وعديدة الخلايا. عارفين أنتوا الشعراية؟ لو أنا خدت منك شعراية واحدة بس كده، الشعرة دي الشعرة الواحدة تقريبا كده فيها 100 ألف خلية. أنت متخيل الشعراية الواحدة تقريبا 100 ألف خلية؟ فأنت عشان تخيل بقى جسمك كله كده على بعضه كم خلية؟ عدد كبير جدا جدا. عشان كده بيتقال إن الكائنات عديدة الخلايا كائنات معقدة لأن تركيبها كبير قوي. تعالوا بقى نبدأ نتكلم بشكل أكتر عن الخلايا. طيب الخلايا أنواع، الخلايا أنواع أو طبعا أنواع، والخلايا دي اتفقنا إنها خلاص بتكون جسم الكائنات الحية. طيب اللي قدامكم دول صور لنوعين مختلفين من الخلايا. الخلية اللي على اليمين دي اسمها الخلية الحيوانية، واللي على اليمين الشمال دي أو اليسار دي اسمها الخلية النباتية. طيب من اسم كل واحد فيهم هتعرف الخلية دي بتكون جسم مين. يعني الخلية النباتية دي طبيعي بتكون جسم مين يا مرام؟ قوليلي كده، الخلية النباتية دي تكون أنا جسم كائن حي؟ يعني الخلية النباتية دي تكون جسم الإنسان مثلا ولا جسم مين؟ نعم يا مس، الخلية النباتية تفتكر بتكون جسم أنهي كائن حي؟ الإنسان ولا الحيوان ولا النبات؟ بتكون جسم نبات. طبعا برافو، هي من اسمها خلية نباتية عشان هي بتكون جسم النبات. طب والخلية الحيوانية يا تفتكري مس إيه يا طيب، مرام؟ ممكن برضو الخلية برضو ممكن يبقى زي الخلية، مش الخلية زي الجسيمات. لا هو انا فاهماكي، بس الجسيمات دي بتتكون منها الاشياء التانية مش الكائنات الحية. هي شبه الجسيمات يعني فكرة، انا لو جبت الخلية دي الكائنات الحية فقط. بالظبط كده. أيوة، يعني ايه الكائنات الحية فقط ايوه الخلية؟ ايوه يعني لو ما ينفعش اقول المية ليها خلية، المية مش كائن حي، فاهمة؟ لما اقول المية بتتكون من جسيمات عادي. ليش؟ يلا يتو تقفلي المية. أما الخلية التانية اسمها الخلية الحيوانية، اللي باين من اسمها جدا إن هي بتكون جسم الحيوانات، وبيني وبينكو كده كمان بتكون جسم الإنسان. إيه ده يا مس؟ يعني أنا الخلية اللي بتكون جسم اسمها خلية حيوانية؟ نوع الخلايا، لأن إحنا تركيبنا يا سنة ستة تركيب الإنسان مشابه وتركيب الحيوان متقارب من بعضه. مش إحنا عندنا معدة وهو الحيوانات عندها معدة برضو؟ صح؟ تعالى مثلا قارن بينك وبين وخروف مثلا، مش الخروف عنده قلب وعنده معدة وعنده دم وعنده عضلات؟ ايوه زي ما احنا عندنا بالظبط كمان. هو طبعا اكيد تركيبنا مش متطابق تماما، بس انا بتكلم في نوع الخلية نفسها اللي بنت جسم الكائن. يبقى الخلايا نوعين. طيب ايه هي بقى الخلايا دي؟ يبقى يا اما خلية حيوانية يا اما خلية نباتية. طيب اول حاجة تاخدوا بالكم منها كده من الشكل يا سنة ستة، هل الخليتين زي بعض بالظبط في الشكل؟ ركز كده وقول لي ولا لا. سهر، اسمك سهر؟ افتحي المايك يا قمر. انت مس بحضرتك، ها قولي لي كده، هل الخليتين زي بعض بالظبط؟ لا لا، في اختلافات صح؟ طب ما تحاولي كده تقولي لي اي اختلاف انت شايفاه. تمام. اللي انا شايفاه ما بين الاثنين انه يعني في حاجات باينة أكتر في الخلية الحيوانية. طب غير حاجات اكتر ممكن تاخدي بالك برضه في حاجات في الشكل؟
في اختلاف في الشكل؟ ايوه، انه اللي هي لا بصراحة مش عارفة. هقول لك دي سهلة قوي. طيب بص، دي شايفة شكلها عاملة ازاي ودي شكلها ازاي؟ دي مربعة، دي مستطيلة كده، ودي مدورة، صح؟ طيب ايوه صح. دي من بره عندها الحاجات دي، هل ده عنده الحاجات دي؟ لا لا، يعني في اختلافات. برافو، شكرا يا ايوه، زهر. يلا في المواد انا خير. بس عندي سؤال. طب ممكن تكتبي في الشات؟ تمام، شكرا. عفوا. طيب يلا يا سنة سنة. فدلوقتي يا حبايبي، فعلا زي ما انتوا خدتوا بالكم كده، على فكرة الخلايا دي هندرسها ان شاء الله بالتفصيل، نفهم ايه الحاجات الكتيرة قوي قوي دي، ووظيفة كمان كل جزء ان شاء الله بسيط، وما تخافوش هتبقى جزء ممتع بإذن الله. طيب فانا بس عايزاك تتأكد كده من حاجة، ان الخلايا هنا مختلفين في الشكل. في اختلافات في الشكل، وكمان في اختلاف في التركيب. طيب عايزاك تاخد بالك كده، يعني الحاجات اللي هنا دي، الاسماء دي كلها ليه اسمها؟ جهاز جيولوجي، غشاء الخلية، السيتوبلازم، النواة، الحاجات دي كلها مشتركة في الاتنين، بس في حاجات موجودة في الخلية النباتية مش موجودة في الخلية الحيوانية، زي اللي هو كاتبها هنا دي، حاجة اسمها جدار الخلية والبلاستيدات الخضراء. اعتقد انتوا عارفين مين هي البلاستيدات الخضراء دي، لو حد عارف يرفع ايده. حد عارف مين هي البلاستيدات الخضراء؟ قول يا محمد إبراهيم، فكرنا كده مين هي البلاستيدات الخضراء. افتح المايك ولا انا قول يا حبيبي. عارف مين هي البلاستيدات الخضراء؟ ليه؟ خدتها السنة اللي فاتت. طيب بص يا حبيبي، خلاص ماشي. حد طيب هدور عليكم فين اجيب اسماءكم منين يا اللي عارفين انتوا؟ قول يا احمد يا اللي انت عارف الاجابه، رحت فين؟ قول مين هي البسيطه الخضراء دي يعني؟ احمد المصري، ايه المنسي؟ أحمد، أنت فاتح مايك مش بتتكلم ليه؟ قفلته، افتحه تاني. طيب يلا المايك لا ما تقفلوش تاني بقى. يلا يا عم. طيب خلاص انا هتكلم انا. طيب عشان وقت السيشن. خلاص خلاص يا سامة، ماشي يا سامة، هدور عليك يا سامة اجيبك عشان تحل. قولي يا سامة. البلاستيدات الخضراء دي اللي بتخلي النبتة لونها اخضر. اللي بتخلي، وايه كمان صح؟ بتيجي موجودة في حاجة ليها علاقة بعملية البناء الضوئي، هي اللي بتدي النبتة لونها. ايه هي كمان اللي بتتم فيها عملية البناء الضوئي، صح؟ اللي النبات كان فيها بيعمل ايه؟ بيصنع ايه؟ الصنع الخلايا. لا، هو بيصنع غذاء، صح؟ مش انتي لسه بتقولي بيعمل بناء ضوئي؟ ايوه ايوه، ما هو بقى يا سما زي ما انت، هو فعلا زي ما انت حاولت تجمعي كده من السنه اللي فاتت، فعلا النباتات كانت احنا عارفين انها بتعمل بناء ضوئي. طب بتعمل البناء الضوئي ده فين؟ انت كنت بتاخد بس انها في الاوراق، او مين اللي بيتم بيها؟ البلاستيدات الخضراء. اهي البلاستيدات الخضراء اهي، يعني البلاستيدات الخضراء دي حاجه من تركيب الخليه النباتيه.
وهي دي فعلا اللي بتقوم بالبناء الضوئي. طيب عشان كده تاخد بالك ان البلاستيدات الخضراء موجودة في الخلايا النباتية مش موجودة في الخلايا الحيوانية. ليه؟ هل اجسام الحيوانات بتعمل بناء ضوئي؟ لا، احنا مش بنعمل بن... احنا مش بن... مش بنعمل بناء ضوئي، احنا مش بنصنع غذائنا، النباتات هي اللي بتعمل الكلام ده. فعشان كده الخلية النباتية بس هي اللي فيها البلاستيدات الخضراء. يبقى انت هنا تاخد بالك كده من ان الخلايا اللي في النبات مختلفة عن الخلية الحيوانية. لا، مش زي بعض في التركيب، في حاجات في الخلية النباتية مش موجودة في الحيوانية زي البلاستيدات الخضراء مثلا. هو انا يبقى عندي بلاستيدات خضراء ليه؟ هل انا لوني اخضر؟ لا. هل انا هعمل بناء ضوئي؟ برضو لا، خلاص يبقى مش عندي. عشان كده بيجي سؤال كده يقول لك ايه؟ علل. لا يستطيع جسم الحيوان تصنيع غذائه بنفسه. ليه الحيوان ما يقدرش يصنع غذائه بنفسه؟ ما يقدرش يعمل بناء ضوئي؟ بمنتهى البساطة، لأن الخلية الحيوانية اللي مكونة لجسمه ما فيهاش بلاستيدات خضراء اللي هي بتقوم بعملية البناء الضوئي، مش عنده، فمش هيقدر. طيب لما احنا نيجي بقى نتكلم على الخلايا، احنا خلاص عرفنا ان الخلايا دي يا اما هي نباتية يا اما حيوانية. طب انا لما اجي اتكلم على جسمي انا كإنسان، او جسم الإنسان، انا عندي خلايا نباتية ولا حيوانية؟ حيوانية. اللي في جسمنا خلايا حيوانية. طب هل كل خلايا جسمي على بعضها كلها زي بعضها تبكل؟ لا، الإجابة انه لا. هو انا لو قلت نوع خلايا جسمي خلية حيوانية، طبعا صح، اكيد مش خلية نباتية، بس ده نوع الخلية. بس الخلية، ركز كده، خلايا الدم شكلها عاملة ازاي؟ هو الدم ده عبارة عن خلايا؟ الدم انت شايفه بيبقى سائل، بس هو عبارة عن مية وفي خلايا، بس طبعا الحاجات دي اتفقنا ما بتتشافش بعينينا، بالحاجات دي بالميكروسكوب. طب خلايا عضلية، واخد بالك شكلها عاملة ازاي؟ اللي هي الخلايا اللي بتكون العضلات. الخلايا العصبية، اللي هي الخلايا اللي بتكون الجهاز العصبي اللي زي المخ والحبل الشوكي وأجزاء كتيرة اللي انت عارفها من لما كنت بتاخد الجهاز العصبي. يعني انت اهو الخلايا كل التلاتة نوعهم خلايا حيوانية، بس في بينهم اختلافات. الاختلافات دي بتيجي ليه؟ بتيجي حسب كل نسيج وكل خلية ليها وظيفة مختلفة. يعني انا وظيفة خلايا الدم غير وظيفة الخلايا العضلية؟ طبعا، لان انت مثلا لو بتكلم على الخلية العضلية، فالعضلات وظيفتها انها تحركك. يعني العضلات دي هي اللي بتحرك جسمك، بتخليني اقدر ارفع دراعي، اقدر امشي. الخلية هي اللي بتحرك جسم الكائن. فبالتالي الخلايا العضلية لازم يكون عندها مميزات، زي مثلا تخزين الطاقة مثلا عشان تقدر تتحرك. الخلايا العضلية مثلا عندها قدرة على انها يحصل لها انقباض وانبساط، هندرس الكلام ده بإذن الله قدام باستفاضة، عشان تقدر تحركك. سنة ستة اللينك هيقفل، هتدخلوا عليه مرة تانية، نفس اللينك اللي هو اتبعت لكم. عايزة اشوف مين اول واحد هيجري يدخل على طول. اللينك خلاص قدامه ثواني، اول ما يقفل ادخلوا تاني، معانا لسه حوالي 10 دقايق لسه نتكلم فيه. طيب فالخلية العضلية ليها وظيفة. طب خلي